الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل لإمام المسجد أن يقنت للجنود المشاركين في الحرب على الحوثيين؟ الحمد لله، نعم، لا بأس بذلك إن شاء الله، فإن هذه نازلة نزلت بالمسلمين، نسأل الله أن يفرجها عنا وعن إخواننا اليمنيين، فلا حرج، بل إن من بل لا أقول لا حرج فقط، بل أقول من السنة التي ينبغي إحياؤها في المملكة وفي اليمن وفي غيرها من أصقاع العالم الإسلامي الدعاء في هذه النازلة أن يفرج الله عن المسلمين وأن يثبت أقدامهم وأن يسدد رمايتهم وأن يكبت عدوهم وأن يزلزل الأرض من تحت أقدام عدوهم وأن يجعلهم عبرة وآية لمن خلفهم وأن يعجل بنصرنا وأن يحفظ أرواحنا وجنودنا ونحو هذه الأدعية التي تناسب هذه النازلة. وهذا القنوت ليس من خصائص الإمام، وإنما هو قنوت عام ينبغي للإنسان إذا نزلت بالمسلمين نازلة أن يقنت الإمام في الفرائض، فإذا قنت أحد الأئمة فلا حرج عليه إن شاء الله في ذلك، ويكون قنوته بعيدا عن السجع المتكلف وبعيدا عن التطويل الممل، ويكون مناسبا للحالة التي نعيشها والنازلة التي نزلت علينا، فلا أرى في ذلك بأسا ولا حرجا إن شاء الله، والله أعلم.